رمضان كريم. قال الله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، صدق الله العظيم. إذن من بين الناس اللي بنطريهم اليوم إن شاء الله اللي هم مرضى السكر، الله يشفيهم إن شاء الله. هذا الداء يعني لها مضاعفات وعوارض، وعشان الإنسان اللي يعاني من السكري يبقى يصوم، المفروض أنه يشوف حالته الطبية مع الطبيب المختص اللي يعالجه، علي أن يكون طبيب مختص بمرض السكر ومسلم عشان يقرر في هذا الجانب. نيجي حق مراحل العلاج عند مرضى السكر. بمعنى المريض السكر اللي علاجه يعتمد فقط على النظام الغذائي، انه يعدل نظام الغذائي، يعتقد لا اشكال في انه يصوم شهر رمضان الفضيل، يقدر، وهاي فرصه حقه خاصه اذا كان يعاني من السكر وزياده الوزن. ليش؟ مع رمضان وتضبيط الاكل اعتقد فرصه انه ينزل من وزنه. المهم انه يلتزم بالكميات والنوعيات، نوعيات الاغذيه المسموح بها اللي كان متفق فيها مع اختصاص التغذيه العلاجيه. المهم لمن يعاني من مرض السكر واللي يتعالج عن طريق تنظيم الاكل انه ياخذ وجبه فطور، وجبه سحور، والوجبه الخفيفه اللي هي ما بين الوجبتين، وياخر وجبه السحور قبل النوم مباشره. اما المريض السكري اللي علاجه عباره عن تنظيم الوجبات بجانب انه ياخذ حبه الاقراص اللي هي تساعد على خفض نسبه السكر في الدم، هذا انا اقول بعد لا اشكال انه يصوم عادي، لانه متابع مع الطبيب المفترض مع اختصاصي تغذيه في جدوله الغذاء اللي ياخذه نفس الاولي. المهم ياخذ ثلاث وجبات، وجبه الفطور والوجبه الليليه ووجبه السحور، وياخر السحور ويبكر الافطار ما ياخره، عرفتوا كيف؟ وايضا فيما يخص الاقراص، اذا كان ياخذ قرص مثلا مره في اليوم الصبح فياخذها هالمره قبل وجبه الافطار، يعني اذن الاذان ياخذ القرص وياخذ وجبه الافطار. اذا كان ياخذ قرصين في اليوم اعتقد وحده بياخذها قبل وجبه الافطار ووحده ياخذها قبل وجبه السحور. لكن اذا لاحظ انه ثاني يوم يصير عنده انخفاض في نسبه السكر، الحبه اللي ياخذها عند وجبه السحور اما يخففها او يلغيها باستشاره الطبيب. اما اذا كان ياخذ ثلاث اقراص يوميا اعتقد ان جرعه الصبح والظهر ياخذها عند وجبه الافطار، والوجبه الثالثه بعد ياخذها عند وجبه السحور. واعتقد هاي التنظيمات يجب ان تكون معروفه عند الطبيب المختص اللي يعالجه عن مرض السكري. اما لو جينا حق الحاله الثالثه اللي هو مريض السكري اللي يتعالج مش عن طريق اقراص، يتعالج عن طريق حقن الانسولين او جرعات الانسولين، فهذا اعتقد اذا كان ياخذ حقنه وحده فياخذها قبل الافطار، اذا كان ياخذ حقنتين صباحي ومسائي فهني ياخذها قبل الافطار او قبل السحور، ولازم يستشير الطبيب حول هذه الجرعات متى بالضبط ياخذها، متى بالضبط، نقطه جدا مهمه. وعلى فكره مريض عن مريض يفرق، وحاله عن حاله تفرق، فما انا والله زميلي عنده مرض السكري وانا نفس الشيء وهو عنده انسولين وانا انسولين ناخذها في نفس الاوقات، لا، حتى الجرعه تختلف بكميتها، فراعوا هاي النقطه. مريض السكر اللي يعاني من السكر وعنده ياخذ الانسولين ضروري انه يفحص نسبه السكر في الايام الاولى ويشوف في عمليه انضباط ولا لا. مهم جدا انه ياخر وجبه السحور الى ما قبل الفجر قليلا. إذا لقى عنده أعراض دوخة يمكن يقلل الجرعة اللي ياخذها في وجبة السحور، لازم ياخذ كمية وافية وكافية من السوائل. إذا لقى أن الأمر ما ينفع وياه في رمضان وأنه قاعد يصير عنده انخفاض في نسبة السكر في الدم لازم يتوقف، وعلى طول بعد يستشير الطبيب، احتمال فعلا الطبيب يقول له وقف عن هالنقطة. لكن إرشاداتنا العامة لمرضى السكري في الشهر الفضيل ان حاولوا تبكرون الافطار وتاخرون السحور، حاولوا تخلون وجباتكم ما بين السلق والشوى، الله يعينكم، بس مضطرين القلي تبتعدون عنه. حاولوا الحلويات صراحه يعني تقليل جدا جدا ان لم يكن تجنب، وهذا يعتمد على اختصاص التغذيه العلاجيه، المربيات، العسل، شراب الفواكه، الكيك، البقلاوه، الخنفروش، الفرني، المهلبيه، كل الحلويات اللذيذه اللي ما تطلع الا في رمضان وتختفي بعد رمضان مضطرينكم يا تتجنبونها يا تخففون جدا جدا منها. حتى موضوع الاغذيه المقليه يعني تقليل حاد فيها، يعني شو السمبوسه، اللقيمات، الكباب النخي، السبرينج رول، هاي كلها سعراتها حراريه،
استشير اختصاصي التغذية العلاجية للتابع وياه ويقول لك كم تاخذ، واحتمال بعد يمكن مو بكم تاخذ، يمكن يقول لك تجنب الأشياء اللي هي المقلية. وأتمنى من مرضى السكر ما يأخذون وجبة عودة في الإفطار. الوجبة العودة اللي ما قسموها إلى قسمين يعني وعلى فترتين معناتها تخمة وعسر هضم وتلبك، وكل الدم ينزل في الجسم في المعدة، يصير عندهم ثقل ونعاس وتعب، حتى آلام في المفاصل تكون واضحة عندهم. فنتمنى السلامة لمرضى السكري، نترككم في حفظ الرحمن ومع السلامة.